للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية دكتورة هداب فالح الكبيسي. أهلا بكم دكتورة إلى هذه الجولة الإخبارية. منظمة الشفافية الدولية في تقريرها صنفت العراق ضمن الخمس دول الأكثر فسادا في العالم لعام 2018، كيف برأيك وصل العراق إلى هذه المرتبة؟ نعم، مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. في حقيقة الفساد في بلادنا، في بلاد الرافدين، هي جزء من دورة الحياة السياسية، وبالتالي كل ما اصطلح عليه بالحكم الرشيد وبتخفيف استراتيجية تخفيف الفقر وبالحوكمة والشفافية وإلى آخره غير مجدية نفعا في بلادنا في العراق. وهذا أيضا يجرنا إلى شيء آخر، إلى أنه في قبل الانتخابات تم تعطيل حوالي 1700 ملفة فساد تمس كبار الشخصيات الموجودة في العراق المفسدين منهم، وتم تسليمها من قبل الفريق الدولي إلى السيد رئيس الوزراء، ولكن لم يتم بها البت كي لا تعتبر آنذاك يعني حالة انتخابية أو دعاية انتخابية. ولكن نقول نحن هنا أن هناك حالة عدم ضمان حتى ولو حد أدنى من النزاهة والحد من التلاعب والقضاء على المفسدين، لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن هذا ولن يتم اتخاذ إجراء. والسبب يعود هذا إلى أنه هنالك تفضيلات لبعض الأناس، وتفضيل لبعضهم لانتماءاتهم الحزبية لهذا ولذاك، وبالتالي يتم عدم درج ملفات الفساد ضمن التركيز يجب أن يكون الأول والأخير في القضاء على هذه المشكلة الاقتصادية الكبرى المستشرية. نعم دكتورة، على الرغم من أن العراق يملك مخزون هائل من النفط، إلا أن الأوضاع المعيشية متردية في العراق. إلى أي مدى يمكن ربط الحالة المعيشية للمواطن العراقي والتصنيف من قبل منظمة الشفافية الدولية؟ نعم، بالتأكيد أنه حالة الفقر نحن يعني شاهدناها في السنوات الأخيرة هي في حالة ازدياد وازدياد كبير، وبالتالي أيضا هذا يجرنا إلى موضوع آخر، إلى أنه البطالة وصلت إلى نسب كثيرة. وأود أشير إلى في تقريركم الذي ذكرتموه أنه 11% البطالة، في الحقيقة أن في بعض الأحيان حتى ما يشار أو ما يتم إذاعته من قبل التقارير المتخصصة أو الجهات الدولية التي تعمل في العراق هي تشير إلى جزء من البطالة قد تكون أن تذكر فقط الذكور. هنالك بطالة للذكور في المناطق المدنية 50% وللنساء 13%، أي سيكون المجموع 63. في حقيقة الأمر ما يذكرونه هؤلاء هو مثلا 13% فقط أو 20% فقط، هم يأخذون جزء كأن يذكرون البطالة المؤقتة أو الأشكال الأخرى من أنواع البطالة، ولكن لا يتم جمع هذا الرقم ككل وإعطائه بشكل نهائي. هذا جزء يجب أن ننتبه عليه جميعا، إن ما يتم ذكره من أرقام قد تكون صغيرة جدا هي ليست صحيحة. وواقع الحال يشير إلى 59 إلى 65 هي البطالة الموجودة في العراق. هذا إذا ما أخذنا بنظر اعتبار بطالة النازحين وبطالة المدن وبطالة النساء وإلى آخره ضمن قوى العاملة اللي أعمارهم يعني يمكن عمل ضمن المتعارف عليه كسن عمل. يعني هذا المجموع كله يوصلنا إلى النتيجة أن تكون أكثر من هذا بكثير، وهي 59 إلى 65. نعم، هناك أنباء عن تظاهرات غاضبة بسبب تراجع تجهيز الكهرباء لأقل من ساعتين مع الرغم من ارتفاع درجات الحرارة. برأيك هذا التراجع في النمو هل يبرر تردي الخدمات في الأوضاع التي يعيشها الشعب العراقي؟ نعم، يعني أكو نقطة جدا مهمة. نحن نعلم أن النمو السكاني يرتبط ارتباطا وثيقا بالنمو الاقتصادي، وما قد أعلن من قبل المؤسسات الدولية في 2017-2018 أن النمو الاقتصادي للعراق سيكون منخفضا في نهاية 2018 و2019.
اذا ما يعني اذا ما اخذنا سلمنا بواقع الامر انه ستكون 2.6 بالعشره في عام 2018. نعم. وذكرتم في تقريركم ايضا ان النمو السكاني ايضا انخفض من 3% الى 2.6. نعم. بالعشره. صحيح. طيب اذا معناته احنا هنا في حاله معادله صفريه، اي سوف لن نحقق اي نموا اقتصاديا. نعم. وبالتالي كل ما يشار ويشاع عن استراتيجيه الفقر والى المشاكل التي تفكر بها وزارة التخطيط والوزارات المعنية في حلها سوف لن تنحل لطالما حتى ولو وصلنا إلى نسبة 2.6 بالعشرة للنمو السكاني. نعم. وهذا يعزز الفقر الموجود في العراق وبالتالي يخفض أكثر وأكثر من حتى حصة الفرد الواحد. وصلت من الفكرة دكتورة. 3 دولارات وإلى أقل من ذلك. وصلت الفكرة دكتورة هدى فالح الكبيسي الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية، كنت عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.